أطيب أمنياتنا لكل اللي عم بيتابعونا بلبنان وبكل العالم أكيد عبر شاشة تلفزيون مستقبل ومن عالم الصباح. بتمنى هالنهار يرافقكم بسهولة بمحبة بصحة بأمان للجميع. طبعا عالم الصباح بعده عم بيتابع ومع كل المشاهدين يلي بتأمل يكونوا كتار يستفيدوا من هالحملة، حملة التوفير فكر كول وفر يلي هي حملة طبعا عالمية برعاية الأمم المتحدة لحتى نقدر نحد من الجوع يلي عم بيطال ملايين من الأشخاص من حول العالم، وخصوصا إذا بدنا نقول أكثر وأكثر ببلدان العالم الثالث، البلدان الأكثر فقرا. إنما هالشي ما بيمنع أنه كمان في نسب منا هينة ببعض البلدان يلي اليوم نحن بنعتبرها بلدان متقدمة ومتحضرة وبلدان استهلاكية بامتياز. إذن رح نتابع اليوم بهالحملة من بعد ما صبح بالخير الشفشادي يلي كمان اليوم رح بيرفقنا للساعة واحدة. صباح الخير. صباح الخير لك، صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم بالتحديد يمكن عم نتطرق إلى موضوع نحن كمجتمع عربي منحس أنه يمكن ممكن يصير بمعنى الكرم يلي نحن منحب انه دايما هيك نفتخر فيه، وقت اللي نكون موجودين بمطاعم باحد الاماكن ومنصير نطلب اكل يا اما اكراما للاشخاص اللي نحن عايزينهم. نزل لي كل شيء، نزل لي كل الميزه، نحن بنكون اربع اشخاص نزل لي العشره مثلا، لانه بركي حدا طلع على باله ياكل شيء او في شيء ناقص على الطاوله، عيب ما بيصير. لا خلينا شوي نفكر بالموضوع اكثر، نجرب انه نطلب على قد يلي نحن حابين انه ناكله. نطلب الاول اربعة خمسة لانه ما رح، قد ما قلت لكم ما رح تطلبوا اقل، نطلب اربعة خمسة اشكال يمكن يكونوا موجودين على الطاولة. اذا حسينا انه نحن بعدنا قادرين ناكل وبعدنا جوعانين ونرجع مننزل ثلاثة اربعة غيرهم، هالشي ما بيمنع، انما مش من الاساس نطلب اشياء نحن ما رح ناكلها. وبحال انطلب كل هالاشياء وكانت موجودة على الطاولة، منو ابدا عيب نرجع نقول للي موجودين بالمطعم انهم يعطونا الباقي، بينحطوا بعلب، اذا ما بدكم تاخذوهم على البيت بتعرفوا يمكن ما رح تاكلوهم ثاني نهار او الى اخره. انا اكيد 100% انه في اشخاص وين ما كان تلتقوا فيهم هن رح بيكونوا بحاجه الى هالكميات من الاكل، وصدقوني هن كتار ما رح يزعلوا ابدا اذا عطيتوهم اياهم طبعا بطريقه لايقه لحتى تسكروا لهم هالجوع. وحوالينا دائما بنلتقى بهيك اشخاص على الطريق بمكان معين باحياء معينه، كلنا بنعرف انه هن رح بيكونوا بحاجه الى هالكميات من الطعام. هيك بهالاحوال اول شيء وفرتوا شويه مصاري، ما بيمنع انه نوفر شويه مصاري، وبالتالي قدرنا انه نفيد الاشخاص الثانيين يلي هن بحاجه الى هالكميات هيدي من الغذاء. هيدي نصيحتنا لليوم، بتامل تبلشوا تطبقوها شوي شوي. يمكن كتار عم بيقولوا ولا وهلا شو وقفت على هالصحنين ثلاثه، ايه وقفت على هالصحنين ثلاثه، من هون صحن ومن هون صحنين ممكن كتير انه نعمل فرق. ايه حلو انه فيني فوت اليوم على www.foodbank.com.lb وهن بيبعتوا عالم لعندك على البيت بياخذوا الاكل اللي باقي عندك بس طبعاً. اكيد المنيح وبيرجعوا بياخذوه. وكل يوم عم يطعموا حوالي 7000 انسان. صحيح صحيح. ريستو دي كار، فود بانك، كل هدول المواضيع يلي هن موجودين وفعالين على الارض، اذا انتم ما بدكم تاخذونهم هن بيجوا وبيتكفلوا وبياخذوا هالكميات هيدي الباقيه من الطعام يلي انا اكيد بتكونوا ابدا ما دقرتوها بالصحن يلي طلبتوه. على كل حال اليوم عالم الصباح كيف رح نترافق فيه لغايه الساعه 1 منتابع سوا. بحلقه اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن. على صحة سلامة مع رواء والحساسية الموسمية وشو الفرق بينها وبين باقي أيام السنة. زيارة مفاجئة على الشمال بتقوم فيها لما بشوفي مع كيندم، نتعرف على أنواع جديدة من الزهور بأرض ورد. مستقبلكم المهني والعاطفي مع كارمن، اتصالات وإيميلات بزودياك. فرقة العلامة مع مارينا خليل وتصميم المنزل على الطريقة الباريزية. خلينا نحكي عن التواصل اللاعنفي مع تانيا. آخر الأخبار الثقافية مع زينة بأجندا. ورشة ملح على اللحمة مع صلصة الطماطم مع الشيف شادي.
وفورا ننتقل لعند كارمن نسمع كل تفاصيل الأبراج الـ 12 لليوم كيف رح بيكون حسا. صباحكم الخير. يوم الخميس 20 حزيران يونيو آخر نهار بتكون فيه الشمس موجودة ببرج الجوزاء، واليوم هو آخر نهار بفصل الربيع. اليوم القمر مرافقنا برج العقرب. الجو اليوم جيد للأبراج المائية مواليد برج العقرب السرطان وأيضا مواليد برج الحوت. كيف رح بيكون هالنهار على كل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل، الجو اليوم بيحمل عجقة، بيحمل كركبة شوي، في مشاريع، في ورقة، في معاملة، في خبرية بدها منك ملاحقة وبدها متابعة، يمكن تتعلق ببنك، بمصرف أو بمسألة إدارية. بيبقى المولود الأكثر نشاطا اليوم هو مولود 6 7 8 و9 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور بعد عن المشاكل اليوم، حاول انه تدير الامور بكل هدوء وانضباط، ما تحكي بكلام نوعا ما نبرة صوت قاسية، احتمال انك تنرفز وتعصب ويمكن توقع ضحية الاستفزاز. بعد عن المشاكل حتى اليوم اجتماعك ينجح، وبعتبر المولود الاوفر حظا نسبيا مولود 2 3 4 و5 ايار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء نهارك اليوم متطلب شوي لكن منه صعب، هيدا نهار متطلب لأنه في أهمية طاقات بهيدا النهار. اليوم شغلة جديدة، مسألة جديدة عندك بالبيت بتنبت أو بشغلك بمكتبك، يمكن حتى بينعرض عليك فرصة جديدة، مش ضروري تكون كبيرة، فيها تكون على الهامش، لكن في احتمال أيضا يكون في تطور كتير كبير. فحاول أنك تقيم الأمور بشكل إيجابي. الأكثر حظا 19-20 حزيران يونيو. ننتقل لبرج السرطان. اليوم مولود برج السرطان نهارك كتير حلو، عم تستعد لحتى يبدأ فصل الصيف يلي هو بيبدأ دايما والشمس موجودة ببرجك 30 يوم. اليوم إذا مولود برج السرطان هنالك بعض التفاؤل، بعض الحماسة، حاول أنك توظفها وتبلش تحضر وتمهد على الأقل فكريا، تبلش تفكر وتشوف شو بدك تعمل بهالسنة الجديدة اللي بدك تبدأها بس أما يوصل عيد ميلادك. بالنسبة لليوم نهار حلو، حاول تستفيد منه، تبقى وتقضي وقت، نوعية الوقت تكون جيدة مع أهلك، مع أحبائك أو مع أشخاص بتعزهم. جميع الأحوال نهار جيد جدا للمصالحة والمتابعة. والأكثر حظا اليوم هو مولود 13-14 ل17 تموز يوليو. ننتقل لبرج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد نهار اليوم شوي متعب نتفي، حابب أنك تقضيه بالبيت، يمكن تركض على البيت، يمكن تتمارض، أو يمكن فعلا أنت مريض أو زهقان، أو يمكن حتى الامور شوي مشربكي. جميع الاحوال مولود برج الاسد ما في شيء، ما في مشكل، ما في امور كبيره صعبه او مستحيله، بالعكس تماما. حاول انك تكون باحضان العيله او ببيتك او بمكتبك بعيد عن الاضواء المزعجه والضجيج والصخب، بيكون افضل. الانشط نسبيا 21-22 اب اغسطس. ننتقل لبرج العذراء. اليوم مولود برج العذراء نهاره نشيط، في حركة، الأمور إلى تحسن، إلى تطور، إلى تقدم، إلى انقشاع وإلى انفراج. اليوم يمكن كلمة منك وحدة يمكن هي تحل المشكل، يمكن مبادرة منك، اتصال منك أو مست كول منك هي تعمل الفرق. بيبقى الأوفر حظا 20-21 آب أغسطس. ننتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان نهار في تقدم، هيدا نهار في فرح، في احتفال، في نجاح، في على الأقل طمأنينة. هنالك بحث بمسألة مالية، يمكن فاتورة بدك تدفعها، يمكن حابب تسافر تدفع تيكت، يمكن حابب تتسجل بالجامعة، في بعض المصاريف يلي بدها تندفع لكن على قلبك مثل العسل. بيبقى الأكثر حظا 20-21-22 أكتوبر تشرين الأول. هلأ نوصل لبرج العقرب. مولود برج العقرب القمر ببرجك، بكرة التغييرات رح بتصير أفضل لصالحك. إذا من اليوم بلش حضر، من اليوم بلش قرر شو بدك تعمل. إذا ما لقيت الجرأة الكاملة لتاخد قرار أو تتحرك، بكرة وبعد بكرة والأسابيع اللي جاية رح بتكون جيدة وداعمة. بجميع الأحوال اليوم في فكرة بتبين تتوضح وبيبقى عليك أنت تاخد القرار.
اليوم نهار بيحمل لمولود بوش العقرب خروج من مراوحة المكان، وبيبقى الأكثر حظا نسبيا 15-16 نوفمبر تشرين الثاني. ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس تأخير اليوم من نصيبك، يمكن يأخروك بشكل متعمد أو غير متعمد. في ناس يمكن اليوم ما كتير عم تتفهمك أو عم تفهمك غلط. انتبه اليوم من الالتباسات، من سوء التفاهم. انتبه أيضا من الخيبات، وانتبه أغراضك ما يضيعوا. حجزك أيضا امتحاناتك، رجع عيدهم قبل ما تسلمهم. الأكثر انفعالا 7-8-2021 كانون الأول ديسمبر. ننتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي اليوم أفضل بألف مرة من بكرة وبعد بكرة. اليوم هو النهار يلي لازم تحكي فيه، تلتقي فيه، تبحث عن دعم وتأييد، أو تجيش يمكن الدعم لإلك، بعكس اليومين المقبلين يلي بيحملوا لك خذلة، خيبة وتراجع أو فشل. بيبقى المولود الأكثر تعباً 2-1-2-3 كانون الثاني يناير. نوصل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو نهار صحيح متعب، لكن في نتيجة، في ثمار، في ريوردز، في مكافآت لجهودك اللي انت فعلا بتحطها. حاول تعطي من كل قلبك، لانه بيبين هالشي والناس تشتلق وبتلاحظ انه فعلا انت عم تعطي مجهود صادق. الأجواء اليوم كتير مهمة، يمكن يكون في احتفال، يمكن يكون في فرحة، ويمكن يكون في إنجاز كتير كبير. بيبقى الأكثر تعباً 25-26 كانون الثاني يناير، لو فرح حظاً 18-19 شباط فبراير. نوصل لآخر الأبراج، برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت اليوم نهار جيد جدا، قرب الفرج بجميع الأحوال، لأنه الأيام المقبلة، الأسابيع المقبلة رح فعلا تفشلك خلقك وبتقدر تتقدم. اليوم تحديدا نهار إيجابي، نهار حلو، حدد الهدف وبتشوف أنه فعلا أنت رح تقدر توصل للي بدك إياه. طلب وبتمنى من الأيام الإيجابية بهيدا الشهر، وبعتبر المولود الأوفر حظا مولود 13-14-15 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، هيدي سنة بتحمل لك شغلة جديدة، مشن جديدة، مهمة جديدة، ويمكن عمل جديد، فرصة عمل جديدة. بجميع الأحوال هيدي سنة كمان بدك تهتم فيها أكثر لوضعك الصحي. شهر حزيران، يونيو، أكتوبر، تشرين الأول وشباط فبراير هني أفضل الأشهر. هيدي كانت الأبراج لليوم، بتمنى للجميع نهار كتير حلو. نرجع منلتقى بكرة إذا الله راد مع أبراج جديدة. باي باي. شكرا لك كارمن. بدي ارجع اذكركم انه بخلال عالم الصباح اكيد ترجعوا بتلتقوا بكارمن مع زودياك لحتى تقدروا تطرحوا عليها كل الاسئله يلي انتم حابينها مع زودياك. بريك صغير ومن بعدها بنكون مع روى وعلى صحه السلامه.